السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، ايه الأخبار؟ ان شاء الله هنكمل النهاردة جزء جديد في الميكانيكس اوف ماشينز. اتكلمنا المرة اللي فاتت او المرتين اللي فاتت عن الجيرز، انواع الجيرز ايه هي، والجير درايف، واتكلمنا على الجير ترمينولوجي. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا وهناخد جزء بيتكلم على البيلت درايف. طبعا هيكون الجزء ده عبارة عن مقدمة أو introduction للبيلت درايف. احنا مش هنتوغل قوي أو مش هندي الديزاين كامل للبيلت درايف، احنا جاست إن احنا هنعرف ايه هو البيلت درايف وايه هي الأنواع بتاعته وايه هي المواصفات بتاعت البيلت درايف. التوبكس اللي هنتكلم عليها النهارده، هنتكلم على وات از البيلت درايف، ايه هو البيلت درايف، انواع البيلت درايفز، هنتكلم على انواع البيلتس نفسها بتبقى شكلها عامل ازاي، عمليات النقل بتاعتها او ترانسميشن ريشيو بتاعتها بتبقى عامله ازاي، هنتكلم على انواع الكونفيجريشن او الارنجمنت بتاعت الفلات بيلت او الشكل اللي بيتعمل بيه البيلت كونفير او البيلت درايف، هنتكلم على البيلت ماتيريالز او المواد اللي بصنع منها البيلت، وفي الاخر هندي جزء كده خاص بالكالكوليشن بتاعت الفلوستي ريشيو بتاعت البيلت درايف. لو بتكلم على البيلت درايف، ايه هو البيلت درايف؟ احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان بيحصل عملية ترانسميشن للروتيشن او للروتري موشن، بيبقى فيه مجموعة من الشافتس او مجموعة من الاعمدة، ببقى محتاج ان انا انقل ما بينها الموشن او انقل ما بينها الباور. فبالتالي الكلام ده كان بيتم يا اما عن طريق حاجة اسمها الجير درايف، يا اما عن طريق حاجة اسمها التشين درايف، يا اما عن طريق حاجه اسمها البيلت درايف. فاحنا النهارده بنتكلم على البيلت درايف. لما اتكلمنا على الجير درايف قلنا ان الجير درايف هو عباره عن بير اوف جيرز، زوج من التروس بيحصل له عمليه ميشنج او بيحصل تعشيق للتروس مع بعضها، بيبقى فيه درايف جير ودريفنج جير، بيحصل كونتاكت ما بين الجيرز دي ويبتدي يحصل عن طريق التعشيق بتاع التيس او الاسنان، بيحصل نقل للحركة زي ما شفنا في الليكتشرز اللي فات. طيب الجير درايف، البيلت درايف، البيلت درايف هو برضو نوع من انواع الدرايف اللي بيستخدم عشان يعمل ترانسميشن للروتيشن، يبقى هو بينقل روتري موشن بتوين تو شافتس. بس الفرق بينه وبين الجير درايف ان التو شافتس دول بيبقى بينهم ديستانس، يعني انا عندي عمود وعمود على بعد مسافة منه، فطبعا عشان استخدم جيرز لمسافات كبيرة جدا باقطار كبيرة جدا هتبقى العملية صعبة، فبالتالي بعتمد على ما يسمى بالبيلت درايف. البيلت درايف ببساطة هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن درايف بولي او بقول عليها طارة، الطارة دي او الدرايف بولي بتركب على الدرايف شافت، يبقى العمود اللي موجود عليه الموتور. الدرايف بولي تبتدي عن طريق الشد او التنشن، ان هي تبتدي لو بتكلم على ان الموتور هنا على العمود ده ودي الدرايف بولي بتاعتي، بركب فليكسبل اليمنت، الفليكسبل اليمنت او الفليكسبل ستريب دي بسميها البيلت. يبقى انا عندي بارت او جزء مرن او ماتيريال بركبها ما بين تو بوليز، البولي الاولانيه بسميها درايف بولي والبولي الثانيه بسميها دريفن بولي، وبركب ما بينهم فليكسبل ستريب اللي هو بقول عليه البيلت او السير. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الموتور لما بيدور بيدور لي الشافت او درايف شافت، فبيدور الدرايف بولي. درايف بولي تبتدي عن طريق البيلت تعمل عملية تنشن كأنها بتعمل بول أو بتسحب معاها الدريفن بولي. طيب لما بتسحب الدريفن بولي يبقى بتحركها معاها في الاتجاه ده مثلا. طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟
اللي بيحصل نتيجة الفريكشن بيبتدي يحصل عملية الدوران أو عملية النقل. يبقى أنا نقلت الحركة بالاعتماد على الفريكشن وعلى التنشن اللي حصل نتيجة حركة الدرايف بولي دي. بعد كده لما الدريفن بولي تبتدي تدور تبتدي تدور لي الدريفن شافت بتاعها. نفس الكلام بيبقى في عندي حاجة اسمها ستيب اب وفي حاجة اسمها ريدكشن. يعني لو انا بصيت هنا على الديامتر بتاع البولي دي سي مثلا ان هو 200 مللي والار بي ام بتاعته 20 ار بي ام، وهنا الديامتر بتاع البولي الكبيرة او الدريفن بولي سي مثلا ان هي 400 مللي فالار بي ام بتاعتها 10 ار بي ام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا قلنا في الترانسميشن ريشيو ان انا بقسم الاوتبوت سبيد على الانبوت سبيد، يبقى لو قسمت الان 2 على الان 1 هتطلع تقريبا بنص. لو قسمت الدرايف على الدريفن اللي هو ال 200 على ال 400 هيطلع برضو بنص. معناها ايه؟ معناها ان البولي الصغيره لما تلف لفتين هتلاقي ان البولي الكبيره لفت لفه واحده، ده معناه انه حصل ريدكشن للسرعه بتاعه الموتور اللي كانت داخله عندي. يبقى البيلت درايف هو نوع من انواع الدرايفز اللي بتستخدم عشان تنقل الروتيشن او تنقل الباور ما بين تو شافتس بالاعتماد على الفريكشن. يبقى البيلت درايف هي تعتبر فريكشن درايف. طبعا الميزه اللي فيها برضو عن الجيرز ان هي بيبقى ليها سموز روتيشن، الحركه بتاعتها النويز بتاعتها قليله ما فيهاش اصوات عاليه زي الجيرز نتيجة الاحتكاك او الفريكشن اللي بيحصل ما بين الميتاليك تيس، فبالتالي ده بيديني حركة مش مصاحبة بنويز. انواع البيلت درايفز، لو انا بتكلم على البيلت درايفز هلاقي ان هي بتتقسم او بيتعمل لها كلاسيفيكيشن كده معينة. ففي منها حاجة اسمها اللايت درايفز، في حاجة اسمها الميديوم درايفز، في حاجة اسمها الهيفي درايفز. لو انا بتكلم على اللايت بيلت درايفز، فاللايت بيلت درايفز هي البيلت درايفز اللي بتستخدم عشان تعمل ترانسميشن للسمول باورز. يبقى انا بنقل سمول باورز ببيلت سبيد بتوصل تقريبا 10 متر بير سكند. يبقى انا لو محتاج سرعة قليلة محتاج باور صغيرة يبقى بسمي البيلت درايفز دي لايت بيلت درايف. دي بتستخدم مع الماكينات الزراعية، بتستخدم مع بعض السمول ماشين تولز، فدي كده بتدي باور قليلة وبتدي بيلت سبيد صغيرة. الميديوم درايفز دي بتنقل الميديوم باورز، بتكون السرعات بتاعت البيلت من 10 لتقريبا 22 متر بير سكند، ودي بتستخدم مع الماشين تولز او الماكينات بتاعت آلات الورش. الهيفي درايفز بتنقل لارج باورز عند بيلت سبيد عاليه او اباف 22 متر بير سكند، دي هتلاقيها بتستخدم مع الكمبروسرز والجنريتورز. يبقى دي كده التقسيمه الاولانيه للبيلت درايف، يبقى في منها لايت، في منها ميديوم، في منها هيفي. انا بتكلم على البيلت درايف اللي هو السيستم كامل اللي هو الدرايف بولي والدريفن بولي مع البيلت اللي راكب معايا. طيب التقسيمه الثانيه هي تقسيمه او الانواع بتاع البيلت. يبقى انا بكده بتكلم مش بتكلم على البيلت درايف، انا بتكلم على البيلت نفسه. ايه هو البيلت؟ زي ما اتفقنا البيلت هو اللوب ستريب اوف فليكسيبل ماتيريال. يعني انا بتكلم على الفليكسيبل ماتيريال دي، يبقى انا بتكلم على الجزء ده بس. يبقى انا لو بتكلم على بيلت درايف انا بقصد السيستم كله اللي هو الدرايف بولي والدريفن بولي ومعاهم البيلت، فدي الانواع بتاعته اللي هو اللايت درايف والميديوم درايف والهيفي درايف. لكن لو بتكلم على التايبس اوف بيلت يبقى انا بتكلم على البيلت هو الفليكسيبل ماتيريال او اللوب ستريب، الشريحه اللي موجوده حوالين البوليز الدرايف والدريفن. ده بيستخدم طبعا عشان يعمل لي لينك ما بين تو او مور روتيتنج شافتس. طيب انواع البيلتس اللي موجوده عندي، انواع البيلتس في اربع انواع مشهوره من
البيلت في حاجه اسمها الفلات بيلت، في حاجه اسمها الفي بيلت، في حاجه اسمها الراوندد او السيركولار بيلت، وفي حاجه اسمها التايمينج بيلت، ودي اشكال القطاعات بتاعته. لو بصينا على الفلات بيلت، الفلات بيلت هو يعتبر من الحاجات اللي تعتبر كومن بالنسبه لي او مشهوره الاستخدام داخل الورك شوبس والفاكتوريز. هتلاقي ان هو بيديك moderate amount of power، الباور بتاعته متوسطه اللي بيعملها ترانسميشن from one poly to another poly لما يكون التو بوليز ما يزيدش المسافه بينهم عن 8 متر. يعني تقريبا المسافه ما بين الدرايف بولي والدريفن بولي ما بتتعداش 8 ل 10 متر. يبقى انت لو عايز تعمل فلات بيلت، بيلت عدل بالشكل ده، طبعا الدرايف بولي والدريفن بولي الديستانس ما بينهم ما بتزيدش عن 8 متر او 10 متر تقريبا، وده بيستخدم عشان ينقل لي الباور المنخفضه والمتوسطه. ده شكل الفليكسبل بيلت او الفلات بيلت، والمقطع بتاعه بيبقى فلات او عدل زي ما احنا شايفين كده. طيب النوع الثاني، النوع الثاني هو الفي بيلت. الفي بيلت برضو بستخدمه في الاندستري او بستخدمه في الصناعه عشان يديني جريت اماونت اوف باور. يبقى الباور اللي هاخدها من الفي بيلت اكبر من باخدها من الفلات بيلت. طيب الفي بيلت بيتميز ان التو بوليز بيبقوا قريبين قوي من بعض. لو الديستانس صغيره ما بين البوليز بالشكل ده فانا بستخدم في بيلت، وكمان لما ببقى محتاج جريت اماونت اوف باور او محتاج ان انا انقل باور عاليه. طبعا الكروس سيكشن بتاعه بيبقى عباره عن شكل في بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ده المقطع بتاعه. فعشان كده البوليز اللي بستخدمها مع الفي بيلت بيبقى فيها جروف او فيها مجرى واخده تقريبا شكل القطاع بتاع الفي بيلت. النوع الثالث هو الراوندد او السيركولار بيلت. الراوندد او السيركولار بيلت هو نوع من انواع السيور اللي بتستخدم برضو في الورك شوبس او الفاكتوريز لما اكون محتاج باور عاليه من وان بولي لانذر بولي، بس التو بوليز بيبقى الديستانس ما بينهم 8 متر او اكتر. يبقى اكتر من 8 متر يبقى انا هبتدي استخدم السيركولار بيلت ده بقطاع، القطاع بتاعه بيبقى عباره عن راوندد او سيركولار داخل المجرى بتاعه البوليز اللي بتبقى مناسبه لشكل البيلت بتاعي. فدي الاشكال بتاعه البيلت اللي موجود او الانواع: فلات بيلت، الفي بيلت، السيركولار بيلت. النوع الرابع هو التايمينج بيلت. لما بيكون خايف في البيلت درايف من حاجه اسمها السليبنج او السليب، انه يحصل انزلاق للسير او ان الاكزاكت ريشيو بتاعتك ما تاخدهاش زي ما انت عايزها. يعني احنا كنا في التروس بنقول ان في حاجه اسمها ترانسميشن ريشيو او نسبه النقل اللي بتحصل ما بين التروس. الفكره كلها في الجير درايف ان في كونتاكت دايما ما بين التيس او ما بين الاسنان بتاعت التروس، فبالتالي انت بتحصل على اكزاكت ريشيو، بتحصل على لوسز اقل، نسبه الفقد في السرعات او في الفلوستي بتاعتك بتبقى قليله جدا. فبالتالي المشكله بتاعت البيلت انه بيحصل سليب او انزلاق للبيلت اثناء الحركه، فممكن تلاقي انه حصل لوسز عندك. فبيتغلب على المشكله دي انه بيعمل حاجه اسمها التايمينج بيلت. ده كده ان انا بيعمل اسنان للسير نفسه، والبوليس بتاعته بيعمل لها هي كمان اسنان، فالسير وهو بيتحرك بيبقى كان في تعشيق ما بين الاسنان بتاعه التايمينج بيلت وما بين البوليس بتاعته. ده زي السير بتاع الكاتينه، السيور اللي بتستخدم في العربيه او السيور اللي بتستخدم في الساعه. يبقى في كده حاجه اسمها تايمينج بيلت بيستخدم عشان يديني الاكزاكت ريشيو
او البوزيتيف ترانسفير بيلت. يبقى ده نوع من الانواع اللي بتستخدم. طبعا ده بيبقى ليه ميزه ان هو بيبقى الحركه بتاعته سموز، وغير كده كمان ان هو بستخدمه عشان اعمل ريبليسمنت للتشينز اللي هو السبروكت والتشين اللي هو الجنزير. طبعا ده بيكون من ميتالز، الجيرز برضو بتكون من ميتالز وناتج عنها نويز، فعشان اعمل ريديوزنج للنويز وعشان اقلل من اللوبريكيشن والاويلنج سيستم، لان الجيرز والتشين بتحتاج ان انا بعمل لها عملية تزييت وتشحيم كل فترة، فبالتالي السيستم ده بيقلل لي من حتة الاويلنج سيستم او اللوبريكيشن اللي بيبقى محتاجها التشينز والجيرز. يبقى دول الاربع انواع بتوع البيلت. طيب لو انا هتكلم على انواع الفلات بيلت درايف من حيث الارنجمنت او الكونفيجريشن بتاعتها، لما باجي اعمل ترتيبه للبيلت درايف شكل معين لشكل الدرايف، ففي انواع بتسمى open belt drive, closed or twist belt drive, belt drive with either system or either bullies, we compound belt drive, we stepped or comb bully drive. هنشوف كل شكل من دول عبارة عن ايه. دي مش انواع للبيلت، ده كده انواع للconfiguration او للarrangement بتاع البيلت بتكون عاملة ازاي. اول حاجة الopen belt drive. ايه هو الopen belt drive؟ لو انا بصيت على الاوبن بيلت درايف هلاقيه ان هو بيستخدم مع البارالل شافتس، يبقى انا في تو شافتس موازيين لبعض عايز اعمل عمليه ترانسميشن للروتيشن ما بينهم، فبركب درايف بولي ودريفن بولي. يبقى ده الدرايف بولي بيلف في اتجاه عقارب الساعه او كلوك وايز، هلاقي ان الدريفن بولي بتلف معاه في نفس الاتجاه. يبقى انا بستخدم الاوبن بيلت درايف مع الشافتس اللي بتكون بارالل وكمان روتيتنج فين؟ في السيم دايركشن. يبقى انا لو خدت بالي كده يبقى البولي دي درايف بتدور كلوك وايز، فالبيلت هنا بيتحرك فبيعمل فريكشن مع الدريفن بولي فبيحركها في نفس الاتجاه. يبقى الوضعيه دي او الارنجمنت ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه ان هو عباره عن اوبن بيلت درايف. لو خدت بالي هنا هلاقي ان الدرايف بولي لما بتلف عن طريق الموتور، يبقى الموتور هو اللي بيحركها، فبيولد لي هنا شد او تنشن. الشد اللي موجود هنا بقول عليه التايت سايد، يبقى ده الجزء اللي هو بعتبره مشدود بالنسبه لي او مفرود بالنسبه لي. طيب بيشد البولي دي فبيدورها، طيب وبيكمل بعد كده. هنا الجزء اللي ما بيحصلش فيه الشد بتاعي، فده بسميه السلاك سايد، فده بيبقى مرتخي شويه عن الجزء اللي تحت ده، فده بيتحرك عن طريق الفريكشن. يبقى الاثنين بوليز بيدوروا في نفس الاتجاه او التو شافتس بارالل وبيدوروا في نفس الاتجاه، فده بسميه اوبن بيلت درايف. النوع الثاني هو الكروزد او التويست بيلت درايف. يبقى انا بعمل البيلت في شكل كروس، يبقى كاني عامل كروس او حرف اكس للبيلت. ده بيستخدم مع الشافتس اللي بتكون بارلل، بس لو انا عايز ان هي تدور في الاوبوزيت دايركشن، يعني الاوبن بيلت درايف كان التو شافتس بيدوروا في نفس الاتجاه، هنا انا بعمل الارنجمنت بتاع البيلت في صوره كروس عشان يخلي لي عمود يدور عكس عمود. يعني لو ده الدرايف بيدور فيه الكلوك وايز وعملت البيلت في صورة كروس بيلت او تويستد بيلت، هلاقي ان الدريفن هيدور كاونتر كلوك وايز، يبقى الاثنين بيدوروا في اتجاهين مختلفين، يبقى شكل البيلت معمول كروس بحيث ان لما البولي دي تدور تبتدي تولد شد هنا في التايت سايد، فيبتدي يحرك لي البولي دي في اتجاه عكس الاتجاه بتاع الدرايف بولي. يبقى ده كده الشكل بتاع الكروس او الكروس بيلت درايف. يبقى ده الارنجمنت التاني او النوع التاني من الترتيبه بتاعت البيلت درايف. الشكل التالت هو البيلت درايف ويز ايدر بوليز.
لو انا بصيت على الجزء ده، سواء كان اللي هو البيلت اللي احنا قلنا عليه من شوية الاوبن بيلت او الاوبن بيلت درايف، لان هنا البولي دي والبولي دي بيدوروا في نفس الاتجاه في السيم دايركشن. طيب ايه اللي حصل؟ انا ضفت حاجة اسمها ايدر بولي. الايدر بولي ده كل دورها لو انت خدت بالك هنا ان هي بتزود الكونتاكت انجل. يعني احنا عارفين ان السير بيعتمد على عملية النقل بتاعه على الفريكشن، على الاحتكاك اللي بيتم ما بين البوليس، فطبعا بيبقى فيه كونتاكت انجل. الكونتاكت انجل هنا لو انا بصيت هلاقي ان الجزء اللي هو ملفوف على البولي، لما بستخدم ايدر بولي انا بعمل كونتاكت اكتر للسير، يعني بزود الكونتاكت انجل بتاعتي وبزود كمان الشد. يعني ممكن السير ده يبقى مرتخي، فببتدي ازود التنشن داخل السير من خلال مجموعه من الايدر بوليس. يبقى فيه تركيبه مختلفه، ده بيلت درايف والسنجل ايدر بولي. يبقى انا ممكن استخدم سنجل ايدر بولي بالشكل ده، او ممكن استخدم ميني ايدر بولي عشان ابتدي ازود مين، ازود التنشن وازود الكونتاكت انجل. يبقى لو ده الدرايف ودي البوليز اللي هي الدريفن، التلاتة دول ممكن ان انا اركب البوليز الصغيرة دي اللي موجودة بحيث ان انا تزود لي التنشن وتزود لي الكونتاكت انجل بتاعتي. يبقى ده ارينجمنت بيتعمل with شافتس، بتكون بارالل شافتس. الاوبن بيلت درايف ما اقدرش استخدمه عند سمول انجل اوف كونتاكت، فبالتالي ببتدي احسن او اعمل امبروفمنت للكونتاكت انجل باستخدام الايدر بولي. يبقى ده الغرض من السيستم اللي بيستخدم الايدر بوليز. السيستم اللي بعد كده هو الكومباوند بيلت درايف. زي ما شفنا قبل كده الكومباوند جير او اللي احنا قلنا عليه الجير ترين، برضو في حاجة اسمها الكومباوند بيلت درايف. الكومباوند بيلت درايف بيستخدم عشان يبتدي ينقل الباور from one shaft ل another shaft through number of bullets. يعني انا لو بصيت هنا وقلت ان ده الانبوت شافت بتاعي راكب عليه الدرايف بولي دي، درايف بولي تدي للدريفن بولي، الدريفن بولي متصل بيها جزء تاني او على العمود بتاعها في بولي تانية تبتدي تنقل لبولي اكبر، بولي الاكبر تدور بولي صغيرة على نفس العمود فتدور البولي اللي بعدها وهكذا. يبقى انا كأني بنقل من بولي 1 لبولي 2، البولي 2 هتدور العمود رقم 2 ده، العمود رقم 2 موجود عليه 2 بوليز، البولي رقم 2 والبولي رقم 3، بولي رقم 3 تبتدي عن طريق البلت التاني ده تدي البولي 4 وهكذا. يبقى انا كده بتكلم على كومباوند بيلت درايف، ممكن ان انا اعمل اكتر من بيلت ينقل من خلال مجموعة من البوليز. الستيبت او الكومبولي، الستيبت او الكومبولي ده عبارة عن بولي بتبقى معمولة على شكل كون او شكل مخروط. يعني البلانك اللي معمول عليها البولي كأنها بولي متدرجة في الاقطار، يعني مجموعة بوليز ليها اقطار مختلفة. طيب ايه الفكرة بتاعتها؟ السيستم ده هتلاقيه موجود في الدريلنج ماشين اللي موجودة في الورشة. لو فتحت الجير بوكس كده بتاع الدريلنج ماشين هتلاقي ان موجود حاجة اسمها الستيبد بولي او الكومبولي. فكرتها ايه الستيبد بولي او الكومبولي؟ هتلاقي ان هو بيستخدم سير واحد ما بين مجموعة بوليز. يبقى البيلت بيتوصل ما بين التو بوليز الاولانيين. طيب ده فايدته ايه؟ ده فايدته ان انت في الجير بوكس بتبقى محتاج رينج من السرعات. يعني انت مش عايز سرعه واحده، يعني انت عايز تدور مثلا البونطه بتاعت المرآه مش هتدورها عند وان سبيد، انت بتدورها عند اكتر من سرعه. ليه؟ لان الماتيريالز اللي انت بتتقبها او اللي انت بتعمل عليها عمليات ماشيننج بتبقى محتاجه ان انت تشتغل على ديفرنت ماتيريال. يبقى انا مره هتقب كبر، مره هتقب المونيوم، مره هتقب ستيل، يبقى الماتيريالز دي باختلافها بتحتاج سرعات مختلفة للتويست دريل او للبونطة. حاجة تانية،
الماتيريالز نفسها بتاعت التويست دريل، البونطة نفسها بتبقى متصنعة من ماتيريالز مختلفة. يبقى لما تشتغل على مادة مصنوعة من الهاي سبيد ستيل غير لما تشتغل على ماتيريال تانية، فبالتالي الكاتنج تولز نفسها الماتيريالز بتاعتها مختلفة، فبالتالي انت بتحتاج مجموعة من السرعات. عشان توفر مجموعة السرعات دي في سيستم بيستخدم داخل الماشين تول عبارة عن الشكل ده. الشكل ده اللي قدامي بيحتوي على 3 بوليز، الثري بوليز دول يدوك 3 سرعات للاوتبوت شاف. يعني لو العمود الاولاني راكب عليه الموتور بيدي سرعة واحدة، تقدر من خلال السيستم ده تاخد 3 سرعات. ازاي؟ احنا اتفقنا ان الترانسميشن ريشيو بتساوي ايه؟ بتساوي درايف على دريفن. يعني لو قسمت الديامتر بتاع الدرايف على الديامتر بتاع الدريفن هيديك النسبة ما بين السرعة الخارجة والسرعة الداخلة. طيب لما يكون هنا السير في الوضعية دي، يعني مثلا كده البولي دي القطر بتاعها كبير والبولي دي القطر بتاعها صغير، هيديك سرعة. لو قربت المجموعة دي، طبعا المجموعة دي بيبقى في جزء كده راكب عليه وبيبتدي يقربها، بيقرب المحور ده عشان يعمل ايه؟ يعمل ارتخاء للسير، يرخي السير ده ويبتدي يفكه وينقله هنا، ينقله على البولي التانية اللي تحتها اللي هي قطرها اكبر شوية، وينقل ده على القطر الاصغر شوية. فبالتالي لما يكون السير في الوضعية التانية يديك سرعة تانية، وهكذا يقرب المجموعة دي مرة تانية ويرخي السير ويبتدي ينقله على البولي التالتة قطر مختلف. يبقى نقل السير ما بين البوليز دي بيبتدي يدي different output speed. يبقى بالتالي ده سيستم بيستخدم او arrangement بيستخدم عشان يبتدي يديني different speed للoutput shaft او للdriven shaft، بينما المين شافت او الانبوت شافت بيدور ايه؟ عند constant speed اللي هي بتاعت الموتور. طيب كده احنا اتكلمنا على الarrangement او الترتيبة بتاعت البيلت درايف. الريكوايرد بروبرتيز للماتيريالز اللي بتستخدم مع البيلت. لو انت هتعمل البيلت فانت محتاج ان ماتيريال بتاعت البيلت يكون ليها هاي كوفيشن اوف فريكشن. قلنا ان البيلت درايف الاساس بتاعه ان هو بيعتمد على مين؟ على الفريكشن. فبالتالي انت الماتيريال اللي هتستخدمها كماتيريال للبيلت لازم يكون ليها هاي كوفيشن اوف فريكشن، عشان عمليه الاحتكاك ما بين البيلت والبوليز لازم يكون في هاي فليكسابيليتي، لازم يكون مرن، الديورابيليتي بتاعته عاليه، لازم يكون ليه سيرفيس لايف مناسبه، لازم يكون ليه هاي سترينس عشان التنشن اللي موجود في البيلت اللي بيعمل عمليه الحركه ما يتقطعش او ما يسببش ان البيلت يتقطع، فبالتالي لازم يكون ليه هاي سترينس. الماتيريالز اللي بتستخدم مع البيلت هتلاقي ان في البيلت درايف ممكن اصنعه من الفابريك او القط، ممكن اصنعه من الرابر، ممكن اصنعه من الجلد، ممكن اصنعه من بعض البوليمرز زي البليسترز زي البوليمايد. يبقى في بعض انواع الماتيريالز المختلفة اللي بتحقق المتطلبات بتاعة الماتيريالز اللي بتستخدم مع البيلت درايف. الجزء اللي هنتكلم عليه في الكالكوليشن هو الجزء بتاع الفيلوستي ريشيو اوف بيلت درايف. احنا بنتكلم ان البيلت درايف الفانكشن الاساسيه بتاعته ان هو يعمل لي ترانسميشن للروتري موشن، يبقى انا عايز انقل روتري موشن. يبقى انا لو بتكلم مثلا على الفلات بيلت فبقول لو انا عندي ده الدريفن وده الدرايف، لو الدرايف بيدور بN1 بسرعة RPM أو revolution per minute اسمها N1، والدريفن بيدور بسرعة اسمها N2 أو N2، الدرايف بيبقى ليه ديامتر للبولي اسمها D1 والدريفن بيبقى ليه D2. الفكرة كلها قلنا إن الدرايف لما يدور بRPM والدريفن يدور بار بي ام البيلت بيتحرك بلينير فلوتي، يبقى البيلت نفسه بيبقى ليه سرعه خطيه، والسرعه الخطيه بتاعت الدرايف والدريفن بتبقى متساويه، يعني الفي واحد والفي اتنين بيبقى ايكوال بعض
زي ايه بالظبط؟ زي الجيرز، لما قلت لك ان لو في ترسين مع الشقين مع بعض ده ليه عدد اسنان زد 1 ده ليه عدد اسنان زد 2، فالفي 1 ايكوال الفي 2، واستنتجنا منها الترانسميشن ريشيو بتاعت او الفيلوسيتي ريشيو بتاعت الجير. نفس الكلام لو انا بتكلم على البوليز، فالبوليز بتدور ار بي ام ريفوليوشن بير مينيت، بينما البلت بيتحرك بلينير سبيد اللي هي الفي. طب الفي ايكوال ايه؟ ايكوال الباي في الدي في الان. يبقى انا بضرب الروتري موشن او الان اللي بيدور بيها الدرايف او الدريفن في الباي في الدياميتر بتاع البولي بتاعتي، فبحصل على السرعه الخطيه بتاعت البلد. طبعا لما بيدور الان او الدرايف بولي بيبتدي يعمل او بيسبب تنشن او شد، بيشد معاه البولي دي في الاتجاه اللي بيدور فيه، فبالتالي بيعمل لي التايت سايد او الماكسيمم تنشن في الجزء اللي فوق ده، بينما السلاك سايد اللي هو الجزء اللي تحت اللي هو هيبقى فيه نسبة الشد اقل، لان ده كده بيتحرك عن طريق الفريكشن. طيب لو هبتدي احسب ترانسميشن ريشيو، ترانسميشن ريشيو قلنا هي عبارة عن ايه؟ قلنا الترانسميشن ريشيو هي نسبة النقل، انا بعمل تخفيض للسرعة ولا بعمل انكريز او ستيب اب للسرعة. طيب الترانسميشن ريشيو عشان اجيبها هبتدي اتكلم على اللينير فيلوسيتي بتاعت البلد. لو انا بقول الفي 1، لو انا بعتمد على الدرايف الاولاني ده الديامتر بتاعه، الفي 1 هتساوي ايه؟ هتساوي باي دي 1 ان 1 على 60، بس اليونت هتبقى هنا ايه؟ متر بير سكند. طبعا ال 60 دي مش ثابته، ال 60 دي كونستانت بيتغير على حسب اليونتس بتاع مين؟ بتاعت الفيلوستي. فلو انا مطلع الفيلوستي بالمتر بير سكند فبيبقى هنا انا قاسم على 60، لان هنا انا ببقى حاطط الار بي ام ريفوليوشن بير مينيت، فانا بحولها من ريفوليوشن بير مينيت لريفوليوشن بير ايه؟ بير سكند، ان انا قسمت على 60. يبقى انا كده خرجت السرعه بتاعتي متر بير سكند. فهو عموما الفيلوستي هي الباي في الدي في الان. وعرفنا الكلام ده جه منين؟ لان انت عارف ان الفي ايكوال الاوميجا في الار، والاوميجا هي 2 باي ان على 60، يبقى انا حصلت على المعادله دي. طيب ده بالنسبه للفي 1، يبقى انا لو بتكلم على الدرايف فولي وعايز اجيب السرعه الخطيه او الفيلوستي بتاعت البيلت على الدرايف بولي. طيب لو بتكلم على الدريفن بولي بنفس الطريقه، لو انا عايز اجيب السرعه الخطيه بتاعت البيلت على الجزء ده يبقى انا نفس الكلام باي دي 2 ان 2 على 60 متر بير سكند. اتفقنا ان لما ما يكونش فيه سليب، يعني لو انا اعتبرت ان الفيلوستي ما بيحصلش فيها لوسز او ما بيحصلش انزلاق للسير على البولي اثناء الحركه، فبالتالي بعتبر ان الفي 1 ايكوال مين؟ الفي 2. لو انا سويت المعادلتين اللي فاتوا ببعض يبقى انا قلت باي دي 1 ان 1 على الكونستانت ايكوال باي دي 2 ان 2 على الكونستانت، هلاقي ان انا هطير الباي مع الباي وال60 مع ال60، يبقى هيفضل لي ان دي 1 ان 1 ايكوال دي 2 ان 2. انا عايز هنا احسب مين؟ الفيلوستي ريشيو او الترانسميشن ريشيو. يبقى لو قسمت الان 2 على الان 1 هتبقى هي هياها دي 1 على دي 2. الان 2 هي مين؟ هي السرعه بتاعت الدريفن بولي، والان 1 هي السرعه بتاعت الدرايف بولي. يبقى انا كاني بقسم اوتبوت سبيد على انبوت سبيد، يديني الدي بتاع الدرايف قطر الدرايف على قطر الدريفن، اللي هو كان في الجيرز بيساوي الزد 1 على الزد 2، اللي هو عدد اسنان بتاع الترس 1 او الدرايف على الترس 2 اللي هو الدريفن. طبعا هنا مفيش عدد اسنان، انا بتعامل مع ديامترز بتاعت بولي. يبقى دي كده الايكويشن بتاعت الفيلوستي ريشيو او ترانسميشن ريشيو بتاعت البيلت درايف. ده في حاله ايه؟ في حاله ان مفيش سليب، مفيش لوسز موجوده. طيب ده طبعا الان 1 هي الروتيشنال سبيد بتاعت الدرايفنج شافت،
ال N2 الروتيشنال سبيد بتاعت الدريفن شاف، الدي 1 الديامتر بتاعت الدرايف بولي، والدي 2 الديامتر بتاعت الدريفن بولي. لو بتكلم على الترانسميشن ريشيو لكومباوند سيستم او كومباوند بيلت، لو انا عندي اكتر من بولي، طيب لو بصيت هنا، لو اعتبرت ان الدرايف بولي هنا لو ده العمود الاول وموجود عليه البولي الاولانيه دي اللي هي ليها دي واحد وليها ان واحد، طيب عن طريق البيلت ده ابتدت تدور البولي اتنين، يبقى البولي اتنين دي تعتبر دريفن بالنسبه لمين؟ للبولي واحد عن طريق السير ده. البولي اتنين هتدور العمود ده، العمود ده موجود عليه البولي تلاته، يبقى البولي تلاته هتعتبر درايف للي بعدها، يبقى بولي واحد درايف، بولي تلاته درايف، بولي اتنين دريفن، بولي اربعه دريفن، يبقى واحد هتدور اتنين، تلاته هتدور اربعه، يبقى انا كده عندي اربعه بوليز، دي واحد دي اتنين دي تلاته دي اربعه. طيب لو انا حبيت احسب الاوتبوت سبيد بالنسبه للانبوت سبيد، يعني عايز احسب الراشيو ما بين الان اربعه للان واحد، يبقى همشي ازاي؟ يبقى الان اربعه للان واحد هتساوي الريشيو اللي انا نقلت بيها هنا، الريشيو اللي انا نقلت بيها هنا هي عباره عن ايه؟ دي واحد على دي اتنين درايف على دريفن، اهي دي واحد على دي اتنين. طيب والريشيو اللي انا نقلت بيها هنا هي عباره عن مين؟ دي تلاته على دي اربعه اللي هو درايف على دريفن. يبقى انا لو ضربت الدي واحد على دي اتنين في الدي تلاته على دي اربعه هيديني الريشيو ما بين السرعه الخارجه والسرعه الداخله اللي هي ان 4 على ان 1. يعني معناها ايه؟ ان السبيد بتاع اللاست دريفن على السبيد بتاعت الفيرست درايفر بتساوي ايه؟ البرودكت اوف ديامترز اوف درايفرز، لان انا قلت ان دي 1 هو درايف الدي 3 درايف، على البرودكت اوف ديامتر اوف دريفن الدي 2 هو دريفن والدي 4 هو دريفن. يبقى دي الايكويشن بتاعت الترانسميشن ريشيو او الفلوستي ريشيو لما يكون عندي كومباوند بيلت بالشكل ده، يبقى ده الايكويشن بتاعته. طيب لو انا ابتديت اخد في الاعتبار ان في سليب، يعني ايه؟ يعني ان بيحصل لوسز اثناء الحركه بتاعت البيلت او بيحصل انزلاق للبيلت، فبالتالي لما بعبر على السليب انا بعبر عنه كبرسنتج. السليب اللي بيحصل او البيلت سليبنج بيكون النتيجه بتاعته انه بيعمل ريدكشن في الفيلوستي ريشيو، يعني الاوتبوت سبيد اللي حسبتها من شويه لو طلعت مثلا 500 بدون سليب، لو حسبتها بنسبه السليب ممكن تطلع مثلا 450، يبقى في حصل لوسز اثناء النقل بتاع السرعه. يبقى بالتالي لو انا بدرس السليبنج ده او البيلت سليبنج هلاقي الايكويشن اتغيرت. يعني لو بتكلم على السيستم الاولاني انا كنت بقول ان الترانسميشن ريشيو هي عباره عن ايه؟ ان 2 على ان 1 السرعه الخارجه على السرعه الداخله بتساوي الدي بتاع الدرايف على الدي بتاع الدريفن. طيب المره دي انا هعتبر ان في سليبج. طيب السليبج هو ايه؟ في سليبج اسمه اس 1 وفي سليبج اسمه اس 2. الاس 1 كبرسنتج ده بيمثل ايه؟ السليب اللي بيحصل ما بين الدرايفر والبيلت، يعني البولي او الدرايف بولي والبيلت ممكن السير يحصل له سليب، ممكن يفوت عند الدرايف بولي، وممكن انه يحصل سليب ما بين البيلت والفولور او الدريفن. يبقى الدريفن او الفولور التابع للدرايف ده ممكن يحصل عنده سليب ما بين البيلت وما بين البولي الدريفن، فبالتالي السليب ده اسمه اس 2. يبقى في سليب في جزئين، جزء عند الدرايف وجزء عند الدريفن، مجموع الاثنين بقول عليهم مين؟ الاس. يبقى انا ممكن اديك كل واحد منفرد او ممكن اديك الاس كتوتال برسنتج اوف سليب. طبعا في الحاله الاولانيه انا كنت فارض ان مفيش ايه؟ سليب، كنت بقول نو سليب، فنو سليب كان الترم ده مش موجود، فانت كنت بتضرب الدي 1 على الدي 2 في 1
فبالتالي كان بيطلع لك الاكزاكت ريشيو، كان بيطلع لك ان مفيش لوسز. طبعا هنا انا هستخدم السليب بتاعي، فهو دي واحد على دي اتنين، في واحد نيجاتيف اس واحد زائد اس اتنين على 100 كبرسنتج. الاس واحد زائد اس اتنين هي مين؟ الاس او التوتال برسنتج اوف سليب. طيب لو خدت اكزامبل على الكلام ده، مديني هنا الاكزامبل بيقول لي ان انجن رانينج ات 150 ار بي ام، يبقى انا عندي انجن او محرك، المحرك ده بيدور ب 150 ار بي ام، درايف لاين شافت باي مينز اوف بيلت، بيبتدي يحرك شافت او لاين شافت ببيلت. الانجن بولي، يبقى البولي اللي راكبه على الانجن يعني دي درايف بولي، قطرها 750 ملي متر ديامتر، اند البولي اون ذا لاين شافت يعني دي دريفن بولي 450 ملي. طيب دول بالنسبه للدرايف والدريفن. بعد كده بيقول لي في بولي ثالثه 900 ملي متر ديامتر بولي اون لاين شافت، يعني اللاين شافت عليه واحده دريفن وواحده هتبقى درايف اهي بعد شويه لحاجه تانية، اللي هو قايل لي ايه؟ درايف 150 ملي متر ديامتر بولي كيد تو دينامو شافت، يبقى في شافت خاص بالدينامو موجود عليه بولي 150. طيب هو عايز مين؟ فايند السبيد اوف دينامو شافت وين ذير از نو سليب وذير از سليب اوف 2% ات اتش درايف. طيب نرسم الرسمه هنا. هو بيقول لي ايه في المساله؟ بيقول لي ان في انجن، الانجن ده او المحرك ده او الموتور العمود بتاعه اهو او الشافت بتاعه اهو، الانجن شافت موجود عليه ايه؟ موجود عليه بولي القطر بتاعها كام؟ 750، يبقى ده العمود رقم واحد، الان بتاعته اسمها ان واحد ب 150 ار بي ام، راكب عليه ديامتر واحد او بولي واحد قطرها 750. طيب هينقل الحركه لشافت تاني اهو اسمه اللاين شافت، اللاين شافت ده راكب عليه اتنين بوليز، البولي اللي بتاخد من الانجن شافت هي البولي رقم اتنين اللي هي قطرها 450 ملي. طيب يبقى ده درايف ورقم اتنين دريفن. العمود ده لما يدور ايه اللي هيحصل؟ هيدور البولي رقم تلاتة، البولي رقم تلاتة قطرها كام؟ 900 ملي. 900 ملي دي متصلة ببيلت بحاجة اسمها دينامو شافت، هتدور الدينامو شافت اللي هو راكب عليه بولي قطرها 150 ملي. يبقى كأني مديك كومباوند بيلت درايف. كومباوند بيلت درايف ده شكل المسألة. طيب وقايل لك ايه تاني بقى؟ قايل لك ان السليبج اللي بيحصل سواء في الدرايف او الدريفن ما بين البيلت ده والبيلت ده مع الدرايف والدريفن بوليز بيساوي 2%، يبقى الاس واحد اللي هو ما بين البيلت والدرايف هنا والاس اتنين ما بين البيلت والدريفن بيبقى 2% لكل واحد، يعني التوتال بتاعي كام؟ 4%. جميل. طالب مني ان هو يحسب ايه؟ طالب مني ان هو يحسب السبيد بتاع الدينامو شافت لما يكون فيه سليب ولما ما يكونش فيه سليب. يعني انا عايز اشوف الانبوت سبيد كانت داخله بكام؟ ب 150 ار بي ام، هتطلع هنا بكام لو ما فيش لوسز او لو ما فيش سليب، وهتطلع بكام لو في سليب مقداره 2% لكل اس. طيب نشوف الكلام ده. لما ما يكونش فيه سليب يبقى الايكويشن بتاعتي هي عباره عن ايه؟ ان 4 على ان 1 اهو، ده كده ان 4 اللي هي السرعه الاوتبوت على السرعه الانبوت بتساوي ايه زي ما اتفقنا؟ بضرب الديامترز في بعضها، يبقى انا اقول دي 1 على دي 2 مضروبه في دي 3 على دي 4 ايكوال ان 4 على ان 1، يبقى دي الايكويشن. طبعا هنا انا مش ضارب في قيمة السليب، اعتبرت ان مفيش اي سليب. طيب الديامترز كلها موجودة والسرعة الداخلة موجودة، يبقى انا هقدر اطلع مين؟ الاوتبوت سبيد. يبقى انا ان 4 على 150 اللي كانت داخلة، دي 1 ب 750، دي 2 ب 450، دي 3 900، دي 450.
يبقى هيطلع ان ان 4 على 150 ايكوال 10، يعني هيطلع لي ان ال ان 4 بتساوي 150 في 10، يعني هتطلع لي بكام؟ ب 1500 ار بي ام. يبقى حصل ايه للسرعه؟ حصل انكريز للسرعه او حصل ستيب اب. يبقى السيستم اللي ابتدى ينقل السرعه كان داخل له سرعه مقدارها 150 ار بي ام، وصلها اوتبوت سبيد 1500 ار بي ام. طيب دي الحاله لو مفيش سليب. الحاله الثانيه لو في سليب، لو انا اعتبرت ان في سليب مقداره 2% عند الدرايف والبيلت و2% عند الدريفن والبيلت، اللي هيحصل في الايكويشن اللي فاتت ان انا هزود الترم بتاع مين؟ بتاع السليب اللي هو 1 نيجاتيف الاس على 100. طيب الاس على 100 ده اللي هو مين؟ الاس اتفقنا اللي هي مجموع الاس 1 بلس الاس 2، وانا مديك في المساله ان الاس 1 ب 2% والاس 2 ب 2%. يبقى لو حسبت الحسبه دي هتقول لي الان 4 على ال 150 اللي كانت داخله بتساوي الديامترز كلها اللي عندنا مضروبه في 1 نيجاتيف 4 على 100، يبقى انا 4 على 100 هطرحها من الواحد، يعني تقريبا هيديك كام؟ 96%. يبقى المرة دي هتلاقي ان ال N4 هي 150 في 9.6، يبقى المرة اللي فاتت لما ما كانش فيه سليب كانت الريشيو دي طالعة 10، المرة دي الريشيو حصل فيها ايه؟ حصل فيها ان هي قلت، فبالتالي الاوتبوت سبيد دلوقتي بقت طالعة بكام؟ 1440. يبقى كانت طالعة من شوية 1500 ار بي ام، معنى كده ان انا كنت بعتبر ان مفيش لوسز مفيش سليب، لكن لما بقى في سليب مقداره 4% توتال، يبقى الار بي ام اللي خرجت 1440 بس بدل ما كانت هتخرج 1500. يبقى ده معنى البيلت سليبنج، ان انا اشتغل او افرض ان مفيش سليب او في سليب. يبقى ده كده عشان يوضح لي فكره الترانسميشن ريشيو. اخر جزء هنقوله في الليكتشر هو الباور ترانسميتد باي بيلت. لو انا عايز احسب الباور اللي بتتنقل من خلال البيلت، فاحنا فكره البيلت زي ما قلنا ان هي معتمده على مين؟ ان بيبقى فيه درايفنج بولي ودريفن بولي. الدرايفنج بولي بتدور عن طريق الدرايف او الموتور اللي بيبتدي يحركها، فبتبتدي تولد لي شد. يبقى ده كده لو البولي دي هي الدرايف وبتدور في الاتجاه ده اللي هو الكلوك وايز، هتبتدي تشد البولي دي من خلال هنا، يبقى ده التايت سايد، يبقى ده الماكسيمم تنشن بتاعي، فبشد البولي. لما بشد البولي دي بتبتدي تدور معايا في نفس الاتجاه، لو ده كان فلات بيلت هيبتدي يدور في نفس الاتجاه بتاع الدرايف بولي. طيب ايه اللي بيحصل نتيجه الكلام ده؟ بقدر ادور الدريفن شافت بتاعي، فبيتولد هنا T1 وهنا بيتولد T2، بس بيبقى أقل من مين؟ من T1، لأن الشد كله بيبقى في الجزء ده لأن الدرايف هو اللي بيحركه، لكن الجزء الباقي الفولور أو الدريفن بولي بتتحرك عن طريق مين؟ عن طريق الفريكشن. جميل. لو أنا حابب أحسب الباور، الباور هي بتساوي إيه؟ الباور طول عمرنا عارفينها إن هي إيكوال فورس في فيلوستي. لو أنت ضربت الفورس اللي انت بتستخدمها عشان تحرك البارت او تأثر بيها على البارت في الفلوستي، السرعة اللي بتتحرك بيها هتبتدي تحصل على الباور. طيب هي الفورس هنا هي مين؟ انا عشان البلت ده يتحرك او عشان الشافت ده يتحرك لازم يكون مين؟ لازم يكون T1 اكبر من T2، لان لو T1 ايكوال T2 يبقى الفورس بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال زيرو، او الافكتيف تنشن. لو انا بحسب حاجه اسمها الافكتيف تنشن اللي هو عباره عن الفرق ما بين الماكسيمم تنشن والمينيمم تنشن، اللي هو التنشن اللي موجود في التايت سايد ناقص التنشن اللي موجود في السلاك سايد، لو انا طرحت الاثنين دول من بعض بيديني حاجه اسمها الافكتيف تنشن او الافكتيف بول. يبقى ده السحب اللي انا هحرك بيه السير. يبقى لازم يكون في ديفرنس هنا عشان يحصل عمليه دوران او عمليه حركه. يبقى الـ T1 ناقص الـ T2 هو ده الإفكتيف تنشن بتاعي، أو ده بيمثل الفورس بتاعتي. يبقى أنا لو اديتك التنشن اللي موجود في الجزء ده والتنشن اللي موجود في الجزء ده، لو طرحتهم من بعض اديتك الفورس، لو ضربتهم في الفلوستي
اللي احنا حسبناها بتاعت البيلت اللي هي الباي دي ان، اديتك مين؟ الباور ترانسميت. الباور ترانسميت دي بتكون بايه؟ بالوات اللي هو نيوتن متر بير سكند. يبقى انا كده حسبت الباور ترانسميت. يبقى احنا كده اتكلمنا على البيلت درايف الفانكشن بتاعته، اتكلمنا على الانواع بتاعه البيلت درايف، اتكلمنا على انواع البيلت نفسه، اتكلمنا على الكونفيجريشن او الارنجمنت بتاع البيلت، قلنا الريكويرمنتس بتاعه الماتيريال اللي استخدمها مع البيلت درايف، قلت بعض انواع الماتيريالز اللي بتستخدم مع البيلت، ادينا كالكوليشن بسيطه كده ان انا ازاي احسب الفلوستي ريشيو وازاي احسب الباور. طبعا البيلت درايف ان شاء الله لما تطلع سنه تانية وثالثه هتلاقي ان في ماده بتتكلم على الماشين اليمنت ديزاين. في الماشين اليمنت ديزاين هتبتدي تاخد الديزاين كامل سواء للجيرز او للبيلت درايف، وتبتدي تعمل اناليسز للفورسز دي، وتبتدي تحسب كل القيم او كل البارامترز الخاصه بالديزاين. طبعا هنا احنا بنديك بس فكره عن البيلت درايف ان جنرال، عن الجيرز ان جنرال، عن الماشين اليمنت ان جنرال. ده كده الجزء الخاص بالبيلت درايف. اتمنى ان يكون المحاضره واضحه بالنسبه لكم. لو في اي اسئله ان شاء الله بستنى استفساراتكم. السلام عليكم.